واهلك تروح طال عمرك وهم وراك في البيت عوائلك ومحارمك ما انت مخايفين عليهم والباب مشرف. هذه نعمتنا اقرب البلدين اللي حولنا يمكن اللي تحد المملكه. المشكله هي عندهم. المشكله لا تقفل الباب ولا تحرص وتمشي وتدق وتخلي يمكن عامل البقاله ينزل طلبات عند الباب ولا يقدر يرمش بعينه. امن وعلا. الحمد لله رب العالمين. الله يا رجل واحد يصور الاجنبي يا رب العالمين. شفت الاجنبي اللي يدشر مقاطع في الرياض دخل حي يصور البيبان مفتح يا ملاج يصور البيبان مفتح اخر الليل مفتح واللي مردد ما مفتوح مفتوح مردده كذا ولا ابن امه جاها ولا ابن امه. نحمد الله على نعمه الامن عندنا في الهياثم. الحين الحين انت هنا انظر من النادر تعين باب مقفل. ايه مثلنا في الهياثم على انها الحين عددهم واجد ولا احد يعرف احد. الحين اول كانوا يعرفون بعض والله العظيم ما اذكر اني قد شفت بيت مقفل. نادر تعينها مفتح. عندنا في الديره الباب ما قفل بعض الناس بدون بيبان بدون بوابه. بعض الناس سبحان الله شرع ما يشوف الخير اللي عنده ما يشوف الخير اللي ايه. نقول نبي مثل فلان نبي مثل الدوله الفلانيه مثل الدوله. مبارك انت في خير انت في نعمه يا رجال انت في نعمه. انت تسافر وتروح وتجي وتشوف بعض البلدان اللي تسافر له فيها خضار وفيها مدروش يقول ترى من بعد العشاء لعد تطلع. ايه انتبه وانتهنا تخلي ولدك الساعة واحدة الليل يروح البقالة. حتى الدولة عندهم الدول عندهم الدول تحذر. اذا ما وصلت عندهم انت مسؤول عن نفسك من بعد الساعة 12 او من بعد صلاة العشاء. انت المسؤول عن نفسك. واقربها دول حولنا قريبة. ايه هذا كان الذي لا 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 هو اخوي في احدى الدول راح اخر الليل ويتعشى صارت له مشكلة صارت له قضية لا اله الا الله ضاربينه وقف ضاربينه وخذوا اغراضه من عنده راح يطلب السلامة دعا اخويا ورجع كلم الشرطة اللي عندهم ورجعوا لقيوا واحد بالصدفة ومسكوا قال تبغى نتعامل معه قال لا دقوا على السفارة قالوا لا بنتعامل معه قال لا دقوا على السفارة السعودية عيب قالوا لا بنتعامل اثروا السفارة عنده السفارة السعودية عندهم شيء خلاص يقول الله الذي لا اله الا هو ما يوم كلمهم ما اخذوا خمس دقائق كلهم عنده وشلهم كلهم يقولوا يطلبوني يبكون اهله وذولا حتى العسكر لا توصلها السفارة يطلبون لا توصلها السفارة يوم وصلت السفارة يطلبونه يقول والله انهم نازلين عند الجود يحبحبون انتهت القضية بعد وقعوا عليهم تعهد عدم اعتراضه عدم مدري ايش الحمد لله احوالهم بالبلاء لا بشرك السعودي سوونا في بلده ولا برا بلده معزوز معزز ومكرم فضل الله وفضل قياده الرشيده عسى الله طول عمارهم ويمهل بسنين انا ضيق علي ذا البشت بحطه وجهكم والله اقسم بالله اي والله احمد الله يديمه 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 شو هذا اللي جالسين هنا ما ندري انا انه والله الذي لا هم وراكنين هم في خير ونعمه مبسوطين الى اخر مره احنا جالسين هنا اين اهلنا وين عيواننا وين اخواننا وين ما ندري لكن عارفين وميقنين بالله انهم طيبين وبخير وما عليهم خلاف سبحان الله يديمه الله يديمه والله يديمه نعمه اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد الله يديم علينا وعليكم ستر اللهم امين في هذه المواقف يتفكر الانسان واذا تفكر في هذا الشيء يشكر الله عز وجل سبحان الله الله سبحانه عز وجل يقول ان شكرتم لا ازيدنكم ترى بالشكر تزيد اشكر الله عز وجل بيزيدك نعمه ويزيدك امن وامان وشيء لا اله في بعض الناس سبحان الله عندنا واحد يا الربع يشتغل حارس امن والله راتبه 2700 ريال وعندنا بعض الشباب وصل راتبه 8000 7000 هذا يتأفف ابو 7000 ابو 8000 والله يا ابو 2700 انه يقول الحمد لله في زود اللهم لك الحمد اذا شكرت الله ترى الله يزيد بركه مو بشرط يزيد مال يزيد بركه في مالك يزيد خير يزيد قبول يزيد بركه في مالك نماء في مالك شوف شفت احنا رزقنا الله ذيك الايام والله رزقنا الله بشغاله اثيوبيه والله العظيم يا شفنا البركه معها بشكل غير طبيعي يا رب من زين غدا احنا ما يتغدوا العيال ما
ولا يتغدون اخواني، يبقى غدا شو تسوي؟ احنا كنا نقول وزعوه، عطوه، ما توزعوه لا تحطه في الثلاجة. جاء العشاء زينت عشاء جديد شوي، حطت هذا عليه تعش، الله ما نفرقه ان انت عشاء. واحيانا يصير الغداء كامل محجة انت عشاء. رحمه الله. شوف بعض شو اسمه الشغالات وبعض الناس يوم تقول واحد كان يشتغل عندكم حارس امن، انا كنت اشتغل حراسات امني في سنة. كيف الرواتب قبل ما كان زيد الحين؟ والله الراتبي 2700 الحين، نحمد الله ونشكر. أبطل شيء راتب 3000 مع السعودة النظام الجديد، أقل واحد 4000. أبعلم، وكنت أشتغل حارس بواب في إحدى المباني الحكومية. طيب أسلام، والله يا ري يجي إنهم يجوني ناس بمراتب، أنا مبسوط مستانس، تكي أفتح البوابة وأسكرها مستلم. والله إنهم يجوني ناس متوظفين بمراتب عالية، مراتب مرتبة مرتبة، لو أعلمك بهابت بيجيك صداع. ورئيس قسم إنه يجيني تشكى عندي من قلت الحيلة ومن ضعف التصرف في المال. وأنت بواب؟ وأنا بواب حارس أمن بدلة حمراء، راتبي 2700، أقسم بالله أني مبسوط مستانس، تكي وشاهي وفلة وناسة فقعة ومرتاح مستانس. هم فقعة مفقعين. أنت سمعت كل الدراهم اللي تصرف في أشياء ثانوية. نعم أشوي. أنا هو توظف بداية يسد حاجته، طيب كل ما على راتبه كل ما حط من الأشياء الثانوية أشياء أساسية. طيب مثلا كل في الشهر بتفصل لك ثوب، طيب لا هو يفصل 4-5، هو في البداية كان يفصل ثوب واحد، هو يفصل 4-5 ثياب دلعين. طيب أنا توظفت أسد حاجتي، أقضي لي لزوم، أسدد الدين، أسدد مخالفة، يعني مش أشياء أساسية. جاني ضيف يعني يقضي لزوم. هو لا يوميا يعني يطلع كافي ويطلع مطعم وما ادري ويش. انا منع، ما يمنع من الشيء هذا، حريته الشخصيه انا ما لي دخل فيه، ولكن الواحد لازم انه يصير عنده بريك، لازم انه يركز على نفسه. تسلم يا ابو ثقه، الله لا يهين، الله لا يهينك، الله يرحم والديك. غريبة مسكتي، غريبة الله يرحم والديك. الله يهينك. واحد واحد. كلمت متقهوي. عرف؟ أنت أبو ثقة. يعني شوف الفرق بيني وبينه، راتبه ما يقل عن 17000. طيب والله إنه يجيني يشتكي. والله إنه يجيني يشتكي. كلامي عليه شو؟ وانا والله الراتب 2700 ويتاخر، انا مبسوط مستانس تكي. وفوق ذلك ذيك الايام اقسم بجلال الله ما معي سياره اني اسرح على رجولي للدوام. انا اتكلم عن نفسي، انا كان راتبي 1600 وكنت عايش انا والزوجه والعيال احلى منها ما في. نطلع كافي، نروح ناخذ لنا كافي، نتمشى، نرجع، نروح المطاعم. زاد الراتب، زادت المصاريف، مثل ما قلت الأشياء اللي كانت عادية حطيناها أساسية. راتبي جاء وصل 10000، ما يبقى منه شيء مثل 1600، مثل 3000، لأنها زادت المصاريف. مثل ما قال أبو عبد الله، أحيانا أشياء ميب أساسية خلاص حطينا شيء أساسي، صارت فيه يعني تشتري أشياء أنت ما لها داعي. تدري ليه؟ تشتري لك عطر أنت 300-400-500، أول ما كنت تشتري لأنه غالي، الآن ما عاد تشتري عطر واحد، ما عاد يكفيك تشتري ثلاثة. تدري ليه؟ أنا يوم كان ينزل الراتب 2700 وراي 30 يوم ولا 31 يوم، حسب حساب
حاسب حسابه، اصرف شوي شوي ولا به مال واجد يعني، ما به ذاك الراتب، اصرف شوي شوي لين يجي اخر الشهر عاد معي دره. اما ابو 10000 ينزل الراتب وتغره نفسه، يجيك مبسوط منتهي يا شباب. لو تطلبه في 10000 اعطاك اياه. فعليك عرفت؟ انا مجرب. عرفت؟ والله مجرب. ايش اسميها انا؟ وليه جاء اخر الشهر؟ ينقل خشمه. والله العظيم تلاقيه يشتري على الخط يبغى بنزين. لا عندنا واحد من اخويانا ما شاء الله تبارك الله. لا كذا في المسجد. وش يسوي؟ ادري والله. دخل من هنا. دخل من هنا. جاء واحد من اخويانا ما شاء الله عليه، وش يسوي؟ انا ما اقدر اسويها صراحه. يقول يجيني راتبي اسدد الكهرباء التلفون الجوالات، اعطي المراه مصروفها، اعطي العيال مصروفهم، اقسم الباقي على 30 يوم. كل يوم بيومه. انا كان عندي نظريه اسمها نظريه الخمسين اليوميه. يوميا اصرف 50 1500 في الشهر. 50 تكفيك كل يوم. 50 تكفي والله تكفيك تتقهوى وتتغدى وتتغدى. 50 غير طيب. بنزين السيارة. ما معي سيارة ذيك الأيام. حتى لو بنزين كنت 50 ريال. طيب حتى لو بنزين سيارة. حتى لو بنزين 20 ريال تكفي. 20 ريال أي متر؟ متر. تروح أبها، تروح الخميس، تروح الأحد، كلها حول بعض 20 ريال. طيب كنت يوميا أصرف 50 ريال. ما زاد من الخمسين أحطه على جنب لآخر الشهر. حلو. وما نقص نقص. خلاص. أطلع صفر اليدين ذاك اليوم ما في مشكلة. طيب وفرت دراهم، وفرت دراهم ما تتخيلها. حيا التنظيم في كل شيء زين، بس ما نقدر حنا ما نقدر يعني. يجيك يجيك ولدي بعض الأحيان. أنا يجيني ولدي ذا الحين مثلا ولا بنت، نروح الملاهي نبي نروح نشتري كذا، ما تقدر ترده. صحيح. ولا سنادي جلسة أنت لها كافي. الله بايا بلا ما يعرفون الملاهي اللي في المربع. الله ما أيوة تديهم ملاهي بالفلوس. زحل يقلح الدين ذيك. من فقه يا مطوع. ما نوديهم. ما عاد يقبلان. وينك تحسبهم نفسنا توديهم المراجيح وخلاص. أجهول. أجهول. يا لا تمدنوا. والله العظيم يا أبوي إنه كان يودينا. أبوك العهد. إنه كان يودينا جوفر الشواط. في مراجيح ثم. والله لازم نكني في الوينترلاند. اي بس دالحين الجيل هذا ما عاد يعتمد. والله هذا الايمان معك. والله نتد معنا ضيافتنا الله يطول عمره الشايف. يطول عمره. يوقفنا في الضيافه العوش كبير وسيع، العب بالسكوتر يا ولد وخذ لك لفه. شبعت؟ ارجع. ما تبغى؟ روح شوف السوني قدامك. اقعد على السوني، اقعد شوي، يرجع يلعب بالسكوتر. يلا ذكرتني بالسوني، عاصمي بسوني جديد. خبرونا الخشب حق السوني من قبل. ها؟ منو؟ شاهدتني. تبغى صلقمه تندوها. وسويها؟ اي. انا بقصها في السفره. ياكل لقمه هذا يقول. تري كيف يا اخي يقولها؟ الله يسد نفسه. لقمتي يا ابو. شكيف يا اخي شو شو؟ شو شو؟ لا كوكب دي شو شو؟ يلا اكل. ايه قدامه ولد.